حمص، أحياء حمص المحاصرة، هذا هو أحياء حمص المحاصرة، أحد أحياء حمص القديم، محاصر منذ 11 شهر، والحصار الخانق مستمر على هذه الأحياء. هذه هي مدينة حمص وأحياءها المحاصرة، حي بابهوت، أحد أحياء حمص الأثرية، هذا هو مسجد السابق، والدمار الذي حلت هذا المسجد سوى قصف أشواه، كل إصابات الأثر. هذه أحياء حمص بعد 11 شهر من الحصار الخانق، الدمار الهائل جدا فيها بسبب قتل عشوائي. هذا هو المسجد.